الا عندك البرد في الوالده ما نكمل الوليدات، عندك عاوتاني الحكه الافرازات، عندك الوالده ديالك كتسيل، عندك الريحه، عندك هادشي ما نكمل الحمل، عندك البويضات ناقصين اولا الهرمونات مخربقين، انت ولا الزوج ديالك. غادي نوريك وصفه اللي حملت بها صاحبتي اللي عندها 47 سنه، الحمد لله والشكر لله فرح الله، شاركت معايا الوصفه وغادي نمدها لكم. كما كتعرفوا راه ما كنعطيكم الحاجه الا لما جربتها، سمعتها وما تيقتهاش حتى شفت النتيجه بعيني وسمعتها بودني، عاد راني كنتشاركها معكم ان شاء الله باش يفرحكم الله. وحتى اللي عندها غير البرد بلا يعني بلا ما كتقلبش الاولاد، تبع معايا الوصفه راها طوب ورخيصه غير مكلفه وكتعطي نتائج من الشهر الاول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحة جيدة وبخير وعلى خير يا رب العالمين. شكرا لكم لأنكم كتسولوا عليا وكتسولوا على نفسيتي وعلى حالتي الصحية، اللهم لك الحمد كنطمئنكم أنا راه لاباس الحمد لله ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى والوالدين والدعوات ديالكم. الموضوع ديال اليوم غادي نتكلموا على تسريع الحمل تنظيف الرحم من البرد. هاد الوصفه اللي غنعطيكم مزيانه للنساء وللرجال، عطاتها ليا واحد السيده اللي قالت لك مسكينه كثر من 47 عام في العمر ديالها، يعني 47 وشي شهوره والحمد لله راه حملت وجاب الله التيسير على هاد الوصفه هادي. هاد الوصفه انا كنت عارفها وسامعه بها ولكن ما نقولكمش جربتها اولا جربتها اختي ولا شي حاجه، انا ما كنتش متاكده منها، دابا اللي تاكدت منها راه غادي نعطيها لكم وانا فرحانه وفرحانه في هاد الفيديو هذا لانني قلبت وبحثت وفعلا عندها فوائد كثيره وبزاف ديال الناس اللي شكروها، ولكن هادوك الناس اللي شكروها كما قلت وكنعاود نقولها كانوا بعاد مني، يعني ماشي ناس مقربين اولا اللي نقدر نثيق ونوض نعطيكم وصفه بحال هكا. ماشي انا اول وحده غادي نكون هضرت عليها، هضروا عليها بزاف ديال الناس يعني قبل مني اللي قالوا بانهم جابت معاهم نتيجه وعطاوها الناس والحمد لله حتى هما جابت معاهم نتيجه. الوصفه سهله ما تطلبش مكونات كثيره، وغادي تنقي لكم كما قلت الرحيم وغادي تحيد لكم البرد الا كان هو اللي منعكم باش ما تحملوش، وتنطلب الله سبحانه وتعالى في هذا النهار الاول من السنه الهجريه المباركه اللي كنبارك لكم الدخول ديالها الدخول عليكم بالصحه والسلامه، وكنطلب من العلي القدير يسمع مني ويعطي الذريه الصالحه لكاع الوالدين اللي محرومين، كل واحد تيرغب في كلمه ماما يا ربي في هذا النهار تفرحوا بوليد ولا بنيه، لان فعلا النعمه ديال الوليدات راها شي حاجه اللي هي كبيره ما كتشراش بالفلوس وما كتعطاش الا من رب العالمين، هو اللي قادر يعطيك هو اللي قادر يحيد لك، وانما هادشي ما تيمنعش باش ما نديروش السبب، لان الله سبحانه وتعالى يعني تيسر لنا الاسباب وحنا وكيعطينا اسباب اللي كيكونوا سبب في داكشي اللي بغينا ان شاء الله الا كان مكتب لنا اننا نوصلوا ليه، انما كل شيء بالاذن ديالو وكل شيء بالتيسير والتوفيق من رب العالمين. يا ربي تفرحكم ان شاء الله بالذريه الصالحه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم كما قلت ما فيهاش مكونات كثيره، داكشي سهل وبسيط للغايه، وسبق ليا وعطيتكم جوج ديال الفيديوهات اخرين اللي قدامين عندي فلاشين اللي جابوا تاهما نتيجه مزيانه وانا فرحانه بزاف، ماشي نتيجه من ناحيه المشاهده، نتيجه من ناحيه انني اللي درتهم رجعت عندك تقول لي راني حامله وشكرا لك والله يرحم الوالدين. دارهم نساء ورجال لان انا اختي ماشي كان يعني السبب في تاخير الحمل هي، وانما راه كانت هي والزوج ديالها دونك داكشي علاش كانت كدير الوصفه وكياكل معاها. كنت وريتكم كيفاش تستعملوا اللوز البلدي الماشي الرومي، هذاك البلدي هو اللي مزيان فيه فوائد كثيره، وكيفاش تستعملوه مع الزعفران الحر وكيفاش ديروا ليهم وقتاش تاكلوهم. هذيك الوصفه مزيانه للبنات اللي عندهم البويضات ناقصين او منعدمين، ومزيانه حتى للرجال اللي عندهم الحيوانات المنويه كتموت او ضعيفه. هادشي اللي كان عند راجل اختي والحمد لله فرحهم الله بنيه بعد 11 سنه ولله الحمد، فرحات وفرحنا معها وفرحوا لها كاع الناس، وحتى اللي ما تعرفاش راه تشاركت معكم هذاك الفيديو حتى الناس اللي ما كتعرفاش وفرحات. اللهم لك الحمد، حنا كمسلمين كنفرحوا الفرح بعضياتنا وكنضروا الضر ديال بعضياتنا. المهم بالنسبه لهذيك الوصفه عطيتها لكم وصفه ديال القرنفل والحليب من اسهل الوصفات،
ومن اقوى الوصفات بالنسبه للحمل. انا راني كنت درتها، راني عاودت لكم القضيه ديالي شنو كان وقع ليا في الاول، وكانت دارتها اختي والزوج ديالها. هادو هما لي دو اللي توخروا ليهم الاخرين. هذه بالنسبه لاختي بنت امي وبا. عاد غادي نعطيكم الوصفه دابا اللي هي انا تنأكد بالقوه ديالها، وغادي ترجعوا عندي ان شاء الله هنا للتعاليق، وغادي تقولي لي الله يرحم لك الوالدين جاب الله التيسير وفقط بمكونات بسيطه. وديك الساعه راه غادي تخيلوش الفرحه ديالي قداش غادي تكون. نبداو دابا، وقبل لا نبداو وصلوا هذا الفيديو هذا بزاف ديال اللايكات وبارطاجيوه مع الناس باش حتى هما مساكن يستافدوا وتوصلهم ان شاء الله المعلومه ويجيب عليها الله التيسير علاش لا. نبداو الفيديو. بالنسبه للوصفه الاولى البنات، عليكم بزريء تخيزو، الزريئه ديال الجزر. البنات اللي ما عارفينش خيزو، الجزر هنا في المغرب كنقولوا ليه خيزو، وهو الخضره ديال الجزر، هو راه من الخضر الجزر راه معروف. راه كاينه الزريئه ديالو باش كيتغرس باش كيعطينا الجزر. هذيك الزريئه راها كتباع عند العطار، وهاد الوصفه هذه راها سهله، ماشي هذه هي اللي قصت لكم في الاول. غادي تبقاو تشدوا الزريئه ديال خيزو وما تقليوهاش. الغلط هو انهم تيعطيوكم هاد الوصفه وكيقولوا لكم قليو هذوك الزريئه. لا لا، قليتيها هرستي ليها الجهد ديالها، بحال اللوز ملي عطيتكم الوصفه ديال اللوز اللي كانت كدير ماما لختي، راه ما كنقليوهش، كنديروه خضر باش كيبقى محافظ على المنافع ديالو وتيبقى سخون. بالنسبه للزريئه ديال خيزو سهله في الاستعمال. غادي ناخذوا تمره، غادي نحلوها نحيدوا لها العظم ونعمروها بزريئه خيزو. غادي نديروا 14 تمره النهار الاول في العاده الشهريه. غادي تاكلي انت 7 وراجلك 7 صافي. غادي ديريها النهار الاول في العاده الشهريه وديريها النهار الاخر في العاده الشهريه، لانها سخونه ما ديريهاش وانت ما فيكش العاده الشهريه ضروري. انما لك كنتي باغا تنزلي العاده الشهريه تعطلات عليك، هذاك فيديو بوحدو سبق ليا وتكلمت عليه، ومازال غادي نعطيكم عليه مواضيع اخرى كيفاش تغسلوا وتنظفوا الرحم ديالكم. هاد الوصفه راه كتغسل وكتنظف، ولكن يستحسن نشوف لي غاكل عاد نديرها لي يكون شي حماله ونتسبوا في السقوط ديالها لا قدر الله. هذه بالنسبه للنصيحه الاولى. مازال حنا في النهار الاول ديال العاده الشهريه، غادي نجيبوا واحد المكون اللي غادي يجيكم غريب شويه بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش هذا لا فيديو. غادي تجيبوا كوكاكولا. كوكاكولا معروفه كمشروب غازي، ولكن ما يعني بزاف ديال الناس ما عارفينهاش بانها كتسرع الحمل، وعطات لهاد السيده اللي قلت لكم عندها 47 سنه مسكينه وحملات، عطاتها نتيجه من المره الاولى، يعني ما دارتهاش وعاودات، وشحال هي محرومه مسكينه من الدريه، راه اكثر من 27 عام، يعني ماشي ساهل باش غادي تحمل. صافي مسكينه تفقدت الامل لا هي ولا الزوج ديالها، ولكن معمركم ما تفقدوا املكم في الله اللي خلقكم، عمركم يعني ما تيأسوا او لا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقنطوا من رحمه الله. راه الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك، غادي يعطيك، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، غير صبر، غير حنا ما تيكونش فينا الصبر، وهذاك الصبر ماشي تيقول ندير يدي على خدي ونجلس، ولكن تيقول نسبب شنو هي نسبب، شنو كنقصد بها انا هنايا، يعني الا قال لي شي واحد شي دواء نديرو وندير يعني شي حاجه في حدود المعقول بيان سور اللي ما ضرنيش وفي نفس الوقت تقدر تعطيني نتيجه. راه كاع الاعشاب راه فيهم نتائج. انا نقول لك اي حاجه خلقها الله راه خلق فيها مواد اللي هي غادي تنفع البشر بيان سور، ولكن الطريقه كتختلف كيفاش نستعملها باش ما ضرنيش. غادي ناخذو هنايا لتر واحد، هذا راه جوج لتر، لا ما غاديش تستعملي انت جوج لتر، فقط لتر. وغادي ديريها في طنجره الضغط. من بعد فاش غادي ديريها في طنجره الضغط، غادي تخوي هذاك لتر كامل ياك. من بعد غادي تجيبي اختي كاس ديال الخزامه البلديه، تكون يعني الريحه ديالها كتعطس مازال مزيانه، ما ديريش القديمه ديري جديده. انا بعض الوصفات كنقول لكم ديروا شي حاجه حايله بمعنى قديمه بزاف. غادي تاخذوا هذاك الليترو غادي تخويو فيه داك الكاس بعد ما تغسلوه وتنقيوه ديال الخزامه، وغادي تسديه وغادي ديري الصفاره، وغادي تخليها كتصفر واحد المده ديال 10 دقائق. غادي يشيط لك غير كاس هكا في هذا الحجم، هذا غادي يشيط لك واحد الكاس كبير من هادو ديال المشروبات نيت، وغادي تشربيه قبل لا تبغي تنعسي. الا كان راجلك هو اللي عنده المشكل حتى هو يدير، راه ما عند الخزامه ما دير ليه، راه بالعكس راه غادي تزيدو تتقوي الحيوانات المنويه وكتحيد ليه البرد الا كان عنده البرد. بالنسبه للناس كيفاش غادي تعرفوا شاده البرد، سواء ذكر او لا انثى، انت ولا راجلك، راه كتكون الحكه كيكونوا افرازات غير مرغوب فيها، كيكون واحد المشكل ديال الروائح، تيكون سيرتو الا كانت الحكه. بالنسبه للرجال ما كيكونوش الافرازات، ولكن تتكون الحكه والتهيج ديال الجهاز التناسلي، هادشي تيقول بان عندك برد وعندك طفيليات. بالنسبه لهذوك الناس راني وريتكم كيفاش ديروا البصله
البصله الحمراء كنعمروها بالخزامه وكنفوروها. غادي نديروا البصله الحمراء والخزامه وحب رشيد. حب رشيد اللي ما عرفاش البنات، ها هو البنات حب رشيد، غادي تشدوه ديروه في البصله هو والخزامه وديريه فور عاد باش تحطيه تما باش تحيدي منك البرد. هذه بالنسبه للبنات، ولكن ما تدارش هذه في العاده الشهريه، تدار بعد ما كتغسلي. ما كاينش الزوج ديالك اولا مسافر اولا، ديريها راه كتنقي وديري واحد الخرقه بيضه وشوفي شنو غادي ينزل منك، راه كتنزل العجب وكتنقي تماما، كتشطب لك الوالده صافي. هذه بالنسبه للناس اللي عندهم هذاك البرد ودوك الافرازات. غادي كيما كنقول لكم دائما في اللايفات اولا في الفيديوهات، غادي ديروا كاسروله، هذه بالنسبه لك وللزوج ديالك. غادي ديروا الكاسروله، غادي ديروا فيها اليزير، غادي ديروا فيها الخزامه، ديروا فيها الشيح، ديروا فيها شويه ديال حب رشيد، شويه ديال الملحه، وديروا عليها الماء والزعتر، وديروا عليها الماء تقريبا نصف لتر ولا لتر، لتر ولا ربع، وغادي ديروها فوق البوطه وتخليوها تغلي. غادي ديروا بخار من داك المغلي ديال دوك الاعشاب، من بعد ملي تطفي عليها البوطه خلي الماء حتى يولي ما سخونش بزاف، وغادي تصفي منه وغادي تدخليه معاك للمرحاض اولا الحمام وغادي تسنجي منه. فاش غادي تسنجي من داك الماء غادي تحسي بواحد الراحه، وداوميها واحد 3 ايام ولي ردي لي الخبر. بالنسبه لهاد الوصفه هادي ديال كوكاكولا، غادي ديريها النهار الاول في العاده الشهريه هاد الكاس ديالها ديال المغلي ديالها نشربو ونعس الخزامه او كوكاكولا، ما نحليها بتا شي حاجه صافي البنات. وراه غادي يجيب لكم ان شاء الله التيسير، لانني عطيتكم هنا في الفيديو بزاف ديال النصائح وعطيتكم بزاف ديال الوصفات، راه عطيتكم تقريبا 4 وكلهم مزيانين وكلهم مخيرين. بالنسبه للزريعه ديال الخيزو قراو عليها باش تفهموا الفوائد ديالها. الخزامه راها معروفه، ولكن لا تميلونجات مع هذه، راه عطات نتائج كثيره لبزاف ديال الناس، ولذلك جيت قدمتها لكم لان بزاف اللي كيقلبوا الذريه وما عطاهاش لهم الله. تنتمنى من ربي يستجب ليا ويفرحكم وترجعوا تفرحوني معكم في التعاليق. تهلاو فروسكم والى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.